السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم معنا في قناة مستر عمرو رجب تو مع حضراتكم ميس هبة رجب. الكمية محاضرتكم السنة دي إن شاء الله حل وشرح منهج المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي من كتاب الأضواء جيم 2022 تايم فور إنجليش. وبذكر حضراتكم لو مهتمين بمنهج المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ياريت تشتركوا في قناتنا الأولى قناة مستر عمرو رجب، هنلاقي الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. والنهارده ان شاء الله هنبدا معاكم اول وحده في منهج الصف الخامس الابتدائي من كتاب الاضواء الجيم 2022. والنهارده حبايبي ان شاء الله هنبدا في يونت 1 الوحده الاولى وعنوانها اد ذا كامب سايت، يعني في المعسكر. اد ذا كامب سايت، اد ذا كامب سايت يعني في المعسكر. دي الوحده الاولى معانا النهارده ان شاء الله. اول حاجه حبايبي عندنا بي نمبر 21 صفحه 21 هنا كده في الملخص، عندنا طبعا ايه ليسون 1 الدرس الاول في الوحده. وزي ما اتعودنا ان اول درس عباره عن ايه conversation time اللي هو وقت الايه المحادثه. قبل ما ياخد النص بتاع المحادثه بنشوف طبعا الايه الكلمات الهامه اللي عندنا في الدرس. اول حاجه عندنا معسكر او مخيم، يعني كامب سايت، كامب سايت او كامب، كامب كامب سايت كامب. وجبة الإفطار breakfast، breakfast جوعان hungry، hungry بيض eggs، eggs وقت time، time جيد good، good full beans، beans مفضل favorite، favorite. عندنا prepositions اللي هي ايه حروف الجر next to، next to بجانب تساوي كلمة ايه beside، تمام. بعد كده عندنا برضو الكلمات التانية sun screen يعني كريم واقي من الشمس، sun screen، sun screen ليل night، عندنا جي اتش silent night، night جبنة cheese، cheese earth rice، rice طعام مصنوع من الحبوب، يعني ايه cereal، cereal، cereal كاميرا، كاميرا، كاميرا. واجب منزلي homework، homework. وجبة الغداء lunch، lunch. العشاء dinner، dinner. عصير juice، juice. احنا خدنا الافطار breakfast، الغداء lunch، العشاء dinner. عايزة اضيف لكم كمان كلمة snack، يعني ايه يا مس؟ يعني وجبة خفيفة. يبقى انا عندي ثلاث وجبات اساسية، الافطار الغداء العشاء، وعندي وجبة خفيفة يعني ايه snack، عصير juice زي ما قلنا. بعد كده عندي conjugation of verbs اللي هي تصرفات الافعال، عندنا افعال regular اللي هي الافعال المنتظمة، وزي ايه اللي هو ايه الماضي بتاعها باضافة دي او اي دي او اي اي دي، يعني الفعل في المضارع لو ضفت له دي او اي دي او اي اي دي كده حولته لزمن الايه الماضي. watch يشاهد، الماضي منها ايه watched، watched ضفت لها اي دي حالة الماضي. look يبدو او ينظر، مع الماضي منها ايه looked. طب عندي افعال غير منتظمه اللي هي ايه ما ينفعش معاها الدي والاي دي والاي دي، بيكون لها ايه شكل تاني خالص في الماضي او كلمه تاني في الماضي، زي ايه بقى يا مس؟ عندنا كلمه ويك اب يا سايكز، الماضي منها ووك اب، ووك اب. سميل يشم، دي تنفع الاثنين، تنفع منتظم تبقى سميلد ضيف لها اي دي، وتنفع سميلت تبقى ايه غير منتظمه. كان يستطيع، الماضي منها ايه كود، كان كود يستطيع. عندنا فيرب تو بي اللي هو الام والاز والار، الماضي منهم ايه الام والاز، هما الاثنين الماضي منهم ايه was، والار لوحديها الماضي منها ايه where. يبقى الام والاز الماضي منها was، والار الماضي منها where. have وhas يتناول، طبعا have يملك مع الجمع وhas يملك مع المفرد، الاثنين الماضي منهم ايه had. find الماضي منها ايه found، find found، find found. بعد كده عندي تعبيرات كده جت مهمة في الدرس. it's time for breakfast يعني حان وقت الإفطار. time for وقت محدد لشيء معين. my favorite المفضل لدي. smells good رائحته طيبة، دي أقصد بها إيه الطعام. بعد كده حبايبي عندنا نص المحادثة بيج نمبر 22 صفحة 22، المحادثة بين هدى and منى، وهم فين؟ هم في الكامب سايت في المعسكر. يلا كده نشوف. هدى راحت لمنى بتقول لها ايه ويك اب منى، ويك اب منى يعني استيقظي يا منى. منى قامت كده بتصحى كده بتقول لها ايه وات تايم از ات هدى، وات تايم از ات هدى يعني كم الساعه يا هدى. هدى قالت لها ايه اتس 7 اوكلوك،
It's 7 o'clock يعني الساعة 7 تماما. It's time for breakfast. It's time for breakfast. إنها وقت الإيه؟ الإفطار. قالت لها إيه؟ Good. I'm hungry. جيد أنا جعانة. Good. I'm hungry. صفحة اللي قصادها. هنا بتكمل كلامها بتقول إيه؟ Smells good. رائحته طيبة. What's for breakfast? What's for breakfast? وإحنا عندنا إيه النهاردة على الفطار؟ إيه الريحة الجميلة اللي أنا شماها دي؟ ودارت لها ايه؟ We are having beans and eggs. We are having beans and eggs. عندنا فول وعندنا ايه؟ بيض. قالت لها ايه؟ يام لذيذ. My favorite. انه الطعام المفضل لدي. دي المحادثة. ايه رأيكم سهلة جدا وبسيطة. في ملاحظات كده عندي بيقول ايه؟ نلاحظ ان حرفية T والH في كلمة the وthere بتنطق ايه؟ the. ونلاحظ ان حرف C في كلمة كاميرا وسانسكرين وأوكلوك وكامب سايد بينطق ايه؟ كاف. ما هي اصلا السي بتتنطق سين في حاله واحده بس السين. حرف السي ده بينطق سي لو جه وراها واحد من الثلاثه دول واي او اي او اي. دول الثلاث حاجات اللي بنطق فيها السي سين. اي حاجه غير كده بنطقها ايه؟ كاف. يبقى دائما تنطق كاف ما عدا لو جه وراها واي او اي او اي. خلاص يا سنه خمسه. يبقى السي دائما تنطق حرف الكاف الا لو جه وراها واي او اي او اي بنطقها سين. تمام. نلاحظ ان حرف الاتش في كلمه وات لا ينطق. تمام. نلاحظ ان حرف الدبليو في كلمه رون لا ينطق. اللي هي ايه؟ ما المشكله وما الامر. عندي سؤال كده تشيك بوينت بين نمبر 25 صفحه 25 على المحادثه اللي احنا لسه واخدينها. listen and complete between هدى ام منى. هدى wake up منى. منى قالت لها ايه؟ what time is it هدى؟ هي الساعه كام دلوقتي يا هدى؟ قالت لها it's 7 o'clock انها السابعه تماما. قالت لها واتس فور بريكفاست واحنا عندنا النهارده ايه على الفطار؟ قالت لها وي ار هافينج بينز اند ايجز عندنا فول وعندنا ايه؟ بيض. عندنا محادثه كده بيفكرنا بيها بتوين سكر اند سكره. سكره كده زعلانه فسكر بيقول لها ايه؟ واتس رونج واتس رونج ما الامر وما المشكله؟ قالت له اي كانت فايند ماي سان سكرين لا اجد كريم الشمس بتاعي. قال لها it's next to your camera هو عندك هتلاقيه بجانب الكاميرا. قالت له oh there it is oh ها هو او انه ايه هناك. خلصت المحادثة. عندنا بعد كده conversation time exercise بنات على الدرس بتاع المحادثة بين number 26 صفحة 26. واول حاجة listen and complete. عندنا محادثة بين هدى ومنى. wake up منى استيقظ يا منى. قالت لها ايه؟ what time is it هدى؟ what عندي كلمة what يعني ما الوقت. قالت لها it's a 7 o'clock انها الساعة 7 تماما. قالت لها what's for breakfast عندنا ايه على الفطار؟ قالت لها we are having beans and eggs. قالت لها ايه؟ yum my favorite يعني ده طعام الايه المفضل. السؤال التاني بيقول لي fill in the gaps using words in the box. عندنا hungry جائع جوز عصير walk استيقظة where كانوا ate اكلوا. one day ذات يوم نور and her friends نور واصدقائها where at campsite كانوا في المعسكر. they not up at 9 o'clock they woke up يعني استيقظوا الساعة 9 صباحا. they were not كانوا ايه؟ كانوا hungry كانوا جعانين. they not bread they هنقول ate اكلوا خبز جام مربى eggs بيض apples تفاح and bananas وموز nor drank milk نور شربت اللبن. Her friends drank orange juice شربوا عصير برتقال. They went back رجعوا البيت home at 8 o'clock الساعة الثامنة. عندنا القطعة اللي عليها أسئلة. My name is هبة أنا اسمي هبة. I'm in primary 5 أنا في الصف الخامس. I get up at 7 o'clock بصيكز الساعة 7. It's time for breakfast ده وقت الفطار. My mother cooks breakfast ماما بتعد الفطار. I have eggs and beans بتناول بيض وفول. I drink milk واشرب اللبن. I eat with my family باكل مع عيلتي. Then I go to school by bus اروح المدرسة بالاتوبيس. I like my school very much. الأسئلة اللي عليها true or false. هبة is in primary 6 هبة في الصف السادس. False غلط في سنة 5. She has breakfast with her family بتناول فطار مع عيلتها طبعا الكلام ده ايه true. She goes to school on foot بتروح مدرستها على الأقدام غلط بتروح بالإيه بالأتوبيس. الصفحة اللي قصادها عليها الأسئلة اللي بنجاوب عليها على القطعة. When does Hebe get up؟ هي بتستيقظ الساعة كام؟ هنقول إيه؟ she
gets up at 7 o'clock. What does he have for breakfast? She has بتاكل ايه؟ eggs and beans. نقول ايه؟ she drinks milk. وبتشرب ايه؟ لبن. rearrange. I can't find my sunscreen. انا لا اجد كريم الشمس بتاعي. is your camera next to the sunscreen. هل الكاميرا بتاعتك بجوار السانسكرين؟ where having beans and eggs smells good. What's for breakfast? بعد كده عندنا صورة عاوز نعمل عليها ايه؟ 5 جمل. هنقول ايه بقى؟ there is a girl. توجد فتاة. مالها؟ she is hungry. جعانة. ايه كمان؟ she is having beans. بتاكل beans and eggs. بتاكل فول وبيض. she is having her breakfast. تناول فطارها. ايه كمان؟ she is drinking ميلك. بتشرب كمان ايه؟ لبن. دي حاجات اللي عندنا كلها في الصورة. تمام اهي. بعد كده عندنا what time is it هدى. what time is it هدى. طبعا قلت قبل الاشخاص كل ما اوجه كلام لحد لازم احط قبلكم ونعمل اتش كابيتال في الاخر ايه؟ question mark. دول 3 حاجات اللي عندنا في الجملة. it's 7 o'clock. طبعا عندنا الاي وعندنا هنا في apostrophe في الاخر هنحط الايه والفول الصبح. دي 3 حاجات نص عندي في الجملة سنة 5. تمام كده انتهينا من الدرس الاول. نبدأ في الدرس الثاني حبايبي. الورد تايم ليسن 2 الدرس الثاني بنمبر 28 صفحة 28. تعالوا يلا نشوف الكامل اكتيفيتيز اللي هي الانشطة اللي ممكن اقوم بها في المعسكر. ودي الكلمات المهمة عندنا في الدرس النهاردة. cook breakfast. طاط وجبة الافطار. cook breakfast. cook breakfast. listen to stories. listen يستمع إلى القصص. listen to stories التي هنا silent. listen to stories. love at jokes يضحك على النكات. هنا حرف الجي مع الاتش بيجيبوا حرف الفاء. love at jokes. love at jokes. بعد كده بيقول لي ايه؟ climb a mountain يتسلق جبل. climb البي silent. climb a mountain. climb a mountain. watch the sunrise يشاهد شروق الشمس. watch the sunrise. watch the sunrise. play cards. play cards تلعب كوتشينة. بعد كده عندنا بيقول لي ايه؟ wash the pots and the pans اللي هو غسل او يغسل الاواني والطاسات. wash the pots and the pans. clean the tent. clean the tent. clean the tent. صفحة اللي قصادها على طول بالنمبر 29 صفحة 29. برضو كلمات كده هم عندنا في الدرس بس مش اساسية. يعني عندي هوز اسأل بيها ايه؟ ميلك مان. هوز كمامة لتر. لتر نظارة جلاسز. سلة المهملات بين. ما او ماذا ايه؟ وات.
بعد كده عندي conjugation of verbs اللي هي تصرفات الافعال. الافعال النهارده عندنا كلها ايه؟ منتظمه اللي هي باضافه دي او اي دي او اي اي دي. كوك الماضي منها ايه؟ كوكد كوك كوكد. لاف لافت لاف لافت. واتش واتشت واتش واتشت. واش واشد واش واشد. want wanted want wanted. listen listened listen listened. climb climbed climb climbed. play played play played. clean cleaned clean clean. drop dropped. الملحوظة هنا قال لك الفعل اللي بينتهي بحرف ساكن وقبليه حرف متحرك بنضاعف الحرف الساكن مرتين قبل ما نضيف الاي دي، فبضاعف البي تبقى دبل بي اي دي. تمام، دي ملحوظة عندي كده. بعد كده عندي افعال غير منتظمة زي ايه؟ سي الماضي منها so. think يعتقد الماضي منها ايه؟ thought. ال جي اتش هنا silent thought. ملاحظات، حرف التي في كلمة listen لا ينطق قلنا عليها، الجي اتش تنطق فيه قلنا عليها في كلمة love. حرف البي في كلمة climb صامت لا ينطق برضو قلناها. لاحظ ان حرف الدبليو في كلمة ايه؟ هوز لا ينطق، ببدأ الايه النطق من حرف الاتش تبقى ايه؟ هوز. بعد كده عندي ملاحظات لغوية بالنمبر 32 صفحة 32. offering something لما احب اعرض حاجة على حد اقول له ايه؟ do you want eggs do you want eggs. الاجابة تكون ايه؟ no thanks يعني لا شكرا. asking about belonging السؤال عن الممتلكات belongs. طبعا بستخدم هوز بعد كده الشيء المملوك واقول is لو مفرد وار لو جمع. هوز glasses are those يعني ملك من هذه النظارة اللي جبت هوز وبعدها ايه؟ ار وبعدها كلمة ايه؟ زوس اللي هي اسم اشارة القريب الايه؟ الجمع. طب القريب البعيد الجمع دي بعيد زيس جمع قريب. I think it's او they are hers اعتقد انها ايه؟ ملكها. نلاحظ ان كلمة glasses اللي هي نظارة مفردة ولكنها تعامل معاملة الايه؟ الجمع. بعد كده giving orders اللي هو ايه؟ اعطاء الاوامر. قال لك لازم الفعل بتاعي يكون في المصدر. use the bin يعني استخدم صلة المهملات. wash the car اغسل السيارة. ممكن اعطي الاوامر بعدم فعل شيء ما اللي هو النهي، برضو اجيب don't وبعدها الفعل في المصدر اقول ايه؟ don't drop letter لا تستخدم او لا تلقوا القمامة. don't do that لا تفعل ذلك. تمام. دلوقتي بين نمبر 34 صفحة 34 عندنا الورد تايم اكثر سايز تمرينات على الدرس الثاني. سيركل زود ورد ريبليسد ويز اكوركت وانا نعمل درع كلمة مختلفة نجيب كلمة بديلة ليها. سيريال طعام الحبوب بينز اللي هو الفول. اكز بيت جوك اللي هي النكتة. طبعا عايزين حاجة بتتاكل هنقول مثلا ايه؟ رايس. هاف يملك. كوكس يطبخ. وشز يغسل. يوزز يستخدم. طبعا ايه المختلف؟ المختلف طبعا هاف لانها مع الجمع ودول كلهم مفرد. هاس بقى مع المفرد تبقى ايه؟ هاف تبقى ايه؟ تبقى كلمة ايه؟ هاس. واتش يشاهد. صن رايز شروق الشمس. بلاي يلعب. كلايم يتسلق. طبعا دي المختلفة. عايزين اي فيرب نقول مثلا ايه؟ جو اي فعل. كام سايت معسكر هوم بيت تنت خيمة دنا العشاء. عايزين مكان نقول ايه مثلا؟ بارك. يوز يستخدم. دو يفعل. ثانكس يشكر. هاف يملك. طبعا دي هي المختلف ان الباقيين يجوا مع الجمع نقول مثلا ايه؟ ايت. ممكن اخلي دي ثانك بس. بعد كده تشوز ذا كوركت انسر نختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 ووك ويك اب علي السايكس يا علي. اتس 7 اي كلوك اوكلوك اكلوك ولا كلوكس اوكلوك يعني تمام او بالظبط. اتس نيكست نقط يور كاميرا. نيكست يجي بعدها ايه؟ 2 4 8. وطبعا نيكست يعني بجانب. وي ار نوت بينز اند ايجز هافينج هاف هاد هاز. طبعا ايه؟ وي ار هافينج نحن نتناول. دونت دروب نوت يوز ذا بين. دونت دروب ايه؟ لتر لا تلقي ايه؟ الكمامة. بعد كده عندنا القطعة اللي عليها اسئلة. بيقول لي ايه بقى؟ last weekend الاسبوع الماضي هبة and her family went on a trip to the campsite. راح يطلعوا رحلة راحوا المعسكر. هبة took many pictures التقطت العديد من الصور for her family لعيلتها. her mother cooked lunch ومامتها اعدت او طهت الغداء. her sister washed the pots and pans واختها غسلت الاواني والطاسات.
هير براذر اخويا كلين بزيتين تنظف الخيمه اند هير فاذر بليت كاردس وباباها لعب الكوتشينه ويز هير معاها ان ذا ايفنينج في المساء ذي ليسند تو ستوريز استمعوا الى القصص فور فروم ذير جراند فاذر من جدهم. الاسئله اللي بنجاوب عليها بترو ولا فولس. هبه وينت اون اتريب وذ هير فريندز راحت الرحله دي مع اصدقائها طبعا فولس غلط راحت مع ايه مع عيلتها. هبه ماذر وورد ذا بوتس اند باس اند بانس هي الماما هي اللي غسلت الاواني واتصلت لا طبعا ده السيستر الاخت ما الماما عملت ايه اعدت الغداء. هير براذر كلين ذا تنت اخوها ايه نظف الخيمه طبعا الكلام ده ايه ترو صحيح. الصفحة اللي قصادها عندنا أسئلة بنجاوب عليها بيقول لي هو بلايد كاردس ويز هيم لعب معاها كوتشينة نقول ايه هير فاذر والدها. طيب وات ديد ذي دو ان ذا ايفنينج عملوا ايه في المساء؟ قالك ذي ليسند تو ستوريز فروم ذير grandfather من جدهم. بعد كده بيقول لي ايه الريارينج اعادة الايه الترتيب هنقول هوز glasses or those I think they are hairs اعتقد انها ملكها. do you want beans and eggs don't drop later use the bin لا تلقي الكمامة واعمل ايه استخدم السلة. بعد كده هنبص للصورة اللي هنعمل عليها ايه الجمل هنقول ايه بقى they are at campsite هما دلوقتي فين كلهم في المعسكر. the mother الام ماما بتعمل ايه is cooking breakfast بتعد الافطار. طيب ايه كمان the girls الفتيات بيعملوا ايه are cleaning the tent ينظفوا الخيمة there are two girls في بنتين بيعملوا ايه playing cards بيلعبوا كوتشينة في ايه كمان there are two boys في ولدين بيعملوا ايه دلوقتي washing the pots and pans بيغسلوا الاواني وايه والطاسات ده كل اللي بيحصل عندنا ايه في الصوره. بعد كده حبايبي عندنا ليسون 3 براكتس تايم اللي هو وقت الممارسه ودرس الجرامر بيج نمبر 36 صفحه 36. النهارده الدرس كله بيتكلم عن باست سمبل تنس اللي هو الماضي ايه البسيط. بيقول لي ايه بسال بايه فعل مساعد في الماضي بستخدم كلمه ديد فعل مساعد في الماضي. ديد يو كوك يجي بعدها ايه مصدر الفعل فعله بدون اي اضافه. ديد يو هل انت كوك بريكفاست اعددت الافطار. لو انت فعلا عملت كده تقول لي ايه يس اي ديد نعم فعلت ذلك. ما عملتش كده تقول لي ايه نو اي ديدنت يبقى الاجابه المثبته يس اي ديد اجابه منفيه نو اي ديدنت.
بعد كده I played cards، انا كنت بلعب ايه كوتشينة، دي الحاجة اللي كنت بعملها. didn't اللي هي جاية من كلمة ايه did مع النط. طبعا الافعال اللي احنا خدناها لسه في الدرس السابق ده اللي هي cook breakfast والحاجات دي كلها جايب للفعل والماضي منه cook، الماضي منها ايه cooked. watch watched، listen listened، play played، love loved، wash washed، climb climbed، clean cleaned، لان انا هستخدمهم النهاردة في الدرس بتاع الجرامر. طبعا انا بقول ايه the past simple tense with regular verbs، الماضي البسيط مع الافعال المنتظم اللي هو باضافه دي او اي دي او اي اي دي في نهايه الايه الفعل. يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن فعل حدث في الماضي وانتهى في وقت محدد، زي I watched the sunrise yesterday، انا شاهدت شروق الشمس بالامس. she cleaned the tent last week، وهي نظفت الخيمه الاسبوع الماضي. طيب شكله ايه بقى في الاثبات الزمن الماضي ده؟ هنقول ايه they played cards last night، ان انا بجيب الفعل والماضي منه، ده كل اللي انا بعمله they played cards last night. يبقى انا عندي الفعل باضافة دي او اي دي او اي اي دي. صفحة اللي قصادها notes ملاحظات، بيقول لي ايه ان الماضي ده بنعمله ازاي، ان احنا بنضيف للفعل دي اي دي او دي او اي دي الافعال المنتظمة في زمن الماضي البسيط. طيب امتى بنضيف الاي دي؟ قالك للفعل الذي لا ينتهي باي، فعل مفهوش اي فانا بحط له ايه الاي والدي عشان اخليه في زمن الماضي. تمام يا سنة خمسة. واش الماضي منها يبقى ايه واشد، كلايم كلايمت. طيب الدي قالك لو الفعل اخر اي انا مش محتاجة ان انا اضيف اي مع الدي، بضيف الدي فقط، زي بيك تبقى ايه بيكد، ليف ليفد. تمام امتى اضيف الاي اي دي؟ قالك مع الفعل الذي ينتهي بواي ويسبقها ايه حرف ساكن، بنحذف الواي ونحط مكانها اي اي دي، زي ستادي تنتهي بواي بس قبلها ساكن، بحذف الواي عادي جدا واحط مكانها اي اي دي. كراي الار حرف ساكن، بحش الواي واحط مكانها اي اي دي. طيب ملحوظه من عندي انا بقى من عند المس هبه، قال لك الفعل الذي ينتهي بواي بس يكون قبليها حرف متحرك اي او اي او اي او 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 يو، دي حروف ايه متحركه. قال لك الواي لما يسبقها حرف متحرك ما ينفعش يحوش الواي، يبقى سيبها مكانها واروح ضيف لها الاي دي، زي كلمه بلاي، زي كلمة بلاي سنة خمسة يسبقها واي حرف متحرك، لو انا حط الواي سحبتها الاي هيمشي، يمشي ليا مس عشان متحرك، فلازم اسيب الواي مكانها واضيف لها الاي دي بعديها عادي جدا. بلاي بليت. تمام يبقى انا الحالة اللي بأحذف فيها الواي واحط مكانها اي اي دي لما يكون قبلها حرف ساكن، لكن لما يكون قبلها حرف متحرك لازم اسيبها زي ما هي واضيف لها الاي دي زي كلمة بليت. طيب ملحوظة تانية، بيقول لي الفعل الذي ينتهي بحرف ساكن وقبليه حرف متحرك، قال لك بنضاعف الحرف الساكن قبل اضافة الاي دي، زي تشوب قطع، هنا حرف متحرك وده ساكن، بضاعف الساكن مرتين تبقى تشوبت. تمام بقى حرفين اهو، ستوب ستوبت، دروب تبقى دروبت. خلاص يا حبايبي كده عرفنا الشكل بتاع الماضي البسيط باضافة دي او اي دي او اي اي دي. طيب النفي بنفيه ازاي؟ سهل جدا، قالك بنجيب ايه الفاعل وكلمة didn't تحطها قبل الفعل بس بسيب الفعل في المصدر. تمام they didn't climb a mountain yesterday، هم لم ينظفوا الخيمة بالامس، ما ينفعش اقول didn't climbed، لا طبعا didn't دي فعل مساعد جاية شايلة زمن الماضي كله بالنفي بتاعه عن الفعل الاصلي فيجي زي ما هو. يبقى لما اسال السؤال بديت الفعل يجي في المصدر، لما انفي بديدنت الفعل برضو يجي فين في المصدر، يبقى سواء عند السؤال بديت يجي الفعل في المصدر، الاجابه بديدنت برضو يكون معاها الفعل في المصدر. they didn't climb a mountain yesterday. تمام يا حبايبي قلبنا الصفحه بنمبر 38 صفحه 38. لما احب اعمل سؤال بمعنى هل واجاوب عليه بيس او نو، قالك بنستخدم الفعل مساعد did ويجي بعديه الفاعل وبرضه الفعل في المصدر، لسه زي ما قلتلكوا دلوقتي الجملة المنفية اللي فيها didn't يجي بعد didn't فعل في المصدر، والسؤال برضه اللي بيكون بديد برضه الفعل بيجي معاه ايه في المصدر. مثال did you cook breakfast، عندي did عندي cook مش cooked، did you cook breakfast.
طيب الإجابة بالإثبات، أكتب يس وأعمل عملية الإيه المقص، اليو تقلب إلى أي والديت تنزل زي ما هي يس أي ديت. طب في ملحوظة كده عن اليو، اليو ممكن أقلبها لأي أو أقلبها لوي في الإجابة، أي لو مفرد وي لو جمع، أنا قلبتها لأي عشان ده مفرد واحد بس يس أي ديت. طيب لو نو، نو أي ديدنت، نو أي didn't وابدأ ايه؟ طبعا طالما هو ما اعددش الافطار اكيد في حاجة تانية عملها، فهو بقى بعد ما قال لي نو اي didn't هيبدأ ايه يقول لي على الحاجة اللي عملها ويحط لها الاي دي بتاعة الماضي. قال لي ايه نو اي didn't؟ لا انا ما اعددتش الافطار بس عملت ايه اي كلايمت اماونت، انا تسلقت الايه الجبل. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي ايه، did she listen to stories last week؟ هل انتي سمعت الى القصص الاسبوع الماضي؟ لو ايوه هتقول لنا ايه يس، وبرده عمليه الايه المقص يس شي ديد. طب لو نو، نو شي ديدنت. يبقى الضمير الوحيد اللي بقلبه مين؟ اليو، تقلب الى اي في المفرد وتقلب الى وي في الجمع، لكن اي ضمير بينزل زي ما هو، يعني الشي في السؤال شي زي ما هي في الاجابه. يس شي ديد لو ايوه، نو شي ديدنت لو لا. طيب لو هندي بقى جمله طويله مش اجابه مختصره، نو شي ديدنت والحاجه اللي عملتها she washed the pots and pans. زي ما قلت لكم دلوقتي عند الإجابة تحول اليو إلى I أو وي، قلنا I لو مفرد وي لو جمع. تمام. عندي كلمات دالة على الزمن، يعني لما أشوفها في أي جملة أعرف إن الجملة دي في زمن الماضي إيه البسيط. زي قالك إيه كلمة يسر دي بالأمس، أجو يعني منذ، وانس يعني ذات مرة، وكلمة لاست تيجي بقى إيه لاست ويك الأسبوع الماضي، لاست مانس الشهر الماضي، لاست يير العام الماضي. خلاص يسر دي I washed my car يسر دي غسلت سيارتي بالأمس، أجو وي ترافلد تو ييرز أجو سافرنا منذ أسبوعين، وانس ذي وانس هاد أكار ذات مرة كان عندهم سيارة، في يوم من الأيام كان عندهم سيارة. last she visited her grandpa last week زارت جدها الاسبوع الماضي. دي كلمات داله على الزمن. بعد كده عند الصفحه اللي وصلها بيج نمبر 39 صفحه 39 عندي سؤال كده نحله مع بعضينا، سؤال اختيارات صفحه 39. did you not sports did، قلت بعد did يجي فعل فين في المصدر، wash ولا washed ولا washing ولا wash؟ طبعا ايه wash، did you wash. بعد كده she not at my ها دوكس last week، she love loved ولا loves ولا loving؟ طبعا last week الاسبوع الماضي، طب ايه loved. did you listen to stories yes I did. تمام. I didn't بعد didn't فعل في المصدر برضو، it did زي didn't الفعل بيكون في المصدر، playing plays played play I didn't play cards. فهمنا؟ عندي صور بين نمبر 4 صفحة 40، الأولى هي واحدة تعالى حل معاكم كده، التانية أعطيني الفعل عاوزني أسأل وأجاوب بيس أو نو زي ما هو مديني. طبعا أي سؤال هبدأ بمين؟ بديت الفعل اللي عندي زي، وعندي كلمة كلايم زي ما هي الفعل بيجي في المصدر بعد الديت. طيب هنقول بقى إيه نو تبقى نو زي، طبعا إيه الديت تبقى إيه ديد أنت في حالة إيه النفي، زي الواتش تبقى ايه المره دي بقى ايه واتشد، اجيب الماضي منها عادي جدا عشان ما عنديش ديد او ديدنت في الجمله. بعد كده ديد شي كلين ذا تنت دي اللي عندنا، اكتب يس عمليه المقص تبقى ايه شي ديد. بعد كده بيقول لي يو ليسن تو ستوريز ونو كلايم تبقى ايه نو اي didn't الحاجة اللي عملتها I، عندي climb تبقى climbed I climbed a mountain. تمام. تكملوا انتوا بقى ايه بقى الجمل عندنا في صفحة A41 صفحة 41 تكملهم بالطريقة، عندكم جملتين كده سيبهم لكم تحلهم انتوا. بعد ما خلصنا الدرس حبايب عندنا البراكتس سام اكسرسايز سمينات على الدرس التالت بيج نمبر 42 صفحة 42، واول سؤال عندنا اختيارات did he not a mountain، عندي did يبقى بعدها فعل في المصدر climbed ولا climbing ولا climb ولا climbs، طبعا ايه climb فقط. she cleaned the نظفت ايه جوكس ولا tent ولا cards ولا mountain التنت. did you not a jokes did فعل في المصدر love ولا play ولا clean ولا find love a jokes. no they not listen to stories no they
aren't ولا isn't ولا haven't ولا didn't. طبعا ايه didn't؟ معلش ما كانش باينه. no they didn't listen to stories. قطع عليها اسئله. بيقول لي منى كريم their family and friends are all camping. كلهم راحوا ايه المعسكر. طيب منى's sister is cleaning the tent. اخت منى نظفت الخيمه. منى's mother وامها is cooking breakfast قاعده الافطار. they are going to eat eggs. كانوا هياكلوا ايه بيض او سوف ياكلوا بيض. منى's grandfather الجد is watching the sunrise. كان بيشاهد شروق الشمس. منى is loving it. دوكس كانت بتضحك على النكات. كريم and his friends are listening to music. كانوا بيسمعوا ايه موسيقى. الاسئله اللي عليها true or false. منى is cleaning the tent. منى نظفت الخيمة. طبعا غلط false. ده اختها هي اللي نظفتها. منى's mother is listening to music. مامة منى كانت بتستمع للموسيقى. طبعا false. ده اخوها واصحابه. منى's grandfather is watching the sunrise. الجد كان بيشاهد شروق الشمس. الكلام ده طبعا ايه true صحيح. what's منى's sister doing. اخت منى عملت ايه. تعالوا نشوف. يلا هنقول ايه she. اختها عملت ايه. she is cleaning the tent. نظفت الخيمة. سؤال بعد كده بيقول لي what are they going to eat. هياكلوا ايه. ايه الحاجة اللي هياكلوها. they are going to eat. هياكلوا ايه. eggs. هياكلوا بيض. تمام اهي الجملة سهلة جدا وبسيطة. الصفحة اللي قصادها عندنا سؤال الرينج بيقول لي ايه. did she clean the tent. هي نظفت الخيمة. my father ابي climbed a mountain. تسلق الجبل. did you play cards. منى هل لعبت كوتشينة يا منى. no they didn't. listen to stories. يعني هم لم يستمعوا الى الموسيقى. بعد كده عندنا صورة عاوزني ايه اعمل عليها خمس جمل. هنقول ايه. they are at a campsite. هم في المعسكر. children الأطفال are sitting with their grandfather. قاعدين مع جدهم. بيعملوا ايه. they are listening to stories. they are very happy. سعداء بجدهم. they are having a nice time. بيقضوا وقت جميل. البانكويت. did علي play cards with هيثم. طبعا عندنا الدي والايه بتاعت علي وشان مارك. what's for lunch ريهام. عندنا W وعندنا الار بتاعت ريهام وعندنا الفول ستوب. دول تلات حاجات ناقصين عندي في كل جملة. بعد كده حبايبي عندنا listen for الدرس الرابع فونكس تايم وقت الصوتيات بين نمبر 44 صفحة 44. بيقول لاحظ الفرق بين نوت الاس اتش و ايه والسي اتش.
طبعا السيرش بتنطق ايه؟ اتشا اتشا ت مع شين، زي كرسي اتشير اتشير، جيب اتشيز اتشيز. لكن الاس اتش بتجيب ايه؟ بتجيب شين، زي ايه؟ سمك فيش، خروف شيب، طبق دش، قميص شيرت. عندنا كمان الفرق بين التي اتش في النطق، مره تتنطق ذ حرف الذال، ومره تتنطق ث حرف الساء. زي ايه؟ ام ماذر ماذر، ثلاثة ثري ثري. الصفحة اللي قصادها بيقول لي عندي حروف كده وانا بنطقها مفيش فاصل زمني بين الحرفين، لازم انطق الحرفين كده ورا بعض بسرعة. زي البي خفيفة ار، خبز بريد بريد بريد، يحضر برينج برينج برينج. زي ايه كمان؟ البي ار بريزنت بريزنت بريزنت. الجي ار جرين جرين، جراس جراس. التي ار تري تري، ترين ترين، درام درام درام. السي ار طبعا السي ار هنا بتتنطق ايه؟ كي ار. كريك كريك اللي هو نهر ماهي صغير، يبكي كراي كراي كراي. اس ال زي ايه؟ سلايد سلايد سلايد. نقلب الصفحه، عندي بي ال يلعب بلاي بلاي، طائره بلين بلين. ورقوق بلام بلام بلام. اف ال فلاور فلاور، يطير فلاي فلاي. اس ان سنيز سنيز، يعطس سنيز. اس بي بالعكا سبون سبون. اسبانيا سبين سبين، عنكبوت سبايدر سبايدر. ابتسم اس ام سمايل سمايل، يشم سميل سميل. عندي عسل النحل يعني هاني نحلة، بي خوخة بيتش. بعد كده حبايبي عندنا الفونكس تايم اكسرسايز، تمرينات على الدرس بتاع الصوتيات بين نمبر 49 صفحة 49 لسن ان سيركل. عندي كلمتين، الكلمة اللي بسمعها بعمل عليها دايرة. نمبر 1 سبون سبون، دي طبعا اللي سمعتها. نمبر 2 سميل سميل، يشم. بعد كده فلاي فلاي. بعد كده بنعمل دراع الكلمة المختلفة ونجيب كلمة بديلة ليها. بيتش يعني ايه؟ خوخة. ابل تفاحة. تشير كرسي بلامبر كوكا، طبعا دي المختلفة. والايه؟ بنانا. كراي يبكي، كريك نهر ماهي صغير، فلاي يطير، بلاي يلعب، طبعا دي المختلفة. نقول مثلا ايه؟ ايت اي فعل. درينك يشرب، سبون ملعقة، ديش طبق، فورك شوكة، طبعا دي المختلفة. اي حاجة تخص الاواني نقول مثلا ايه؟ بوت يعني حلة. بلين طائرة، سبين سبين، كار سيارة، ترين قطار، طبعا دي مختلفة، دي وسائل مواصلات، او مثلا ايه؟ بايك دراجة. ويندو شباك، دور اللي هو الباب، بيد اللي هو السرير، جراس اللي هو العشب، او مثلا ايه؟ تشير يعني كرسي. بعد كده بيقول لي ايه؟ فيلينز جابس يوزنج ذا ووردز ان ذا بوكس. جراس عشب، جرين اخضر، بلين طائرة، بلمز بركوك، سلايد زحليقة. Yesterday I went to the park with my family. روحت الحديقة مع عائلتي. I saw a lot of nut trees. ها؟ Green trees يعني أشجار خضراء. My sister and my brother. أختي وأخويا. Played on the. لعبوا على الإيه؟ Slide. لعبوا على الزحليقة. We saw a nut in the sky. شفنا إيه في السماء؟ Plane طائرة. My mother ate. ماما أكلت إيه؟ بلامز بركوك and peaches وإيه؟ وخوخ. قلبنا الصفحة والترتيب بيقول لي إيه بقى؟ she sees رأت three green trees، شافت ثلاث أشجار خضراء. is the plane، هل الطائرة؟ over Spain، هل الطائرة فوق اسبانيا؟ she عملت ايه؟ بوتس وضعت fish on the dish، وضعت السمكة في الطبق. Did
the fly kites yesterday. هل هم طيروا الطيارات بالأمس؟ بعد كده عندي بسرعة عاوز نعمل عليها ايه؟ خمس جمل. هنقول there is a girl, في بنت, she is hungry, جعانة, she is having breakfast, تتناول الإفطار, she is having, تتناول ايه, honey and a cheese, وايه كمان, she is happy, سعيدة. بعد كده حبايبي عندي بين نمبر 58 صفحة 58 حاجة اسمها الأزهر كورنر. أول سؤال بيقول لي إيه؟ عندي ثلاث كلمات عاوزني أعمل على الكلمة المختلفة في النطق أو الصوت دايرة. عندي اتشير اتشيبس شيب، طبعا دي المختلفة لأن دول سي اتش بتجيب تشا. ثري تري ترين، طبعا ثري مختلفة عندي تري ترين. ماذر براذر سن، طبعا دي المختلفة لأن أنا عندي تي اتش هنا بتجيب إيه؟ ذا. بريد present bring، طبعا دي المختلفة هنا بخفيفة ار بخفيفة ار. هنا هنكمل الكلمات بحاجات اللي عندنا. breakfast الافطار، dish طبق sun screen، وعندنا الدوكس. I can't find my sun screen. what's for breakfast. love at، we love at jokes، احنا بنضحك على النكات. She puts the fish on a dish، في الطبق، وضعت السمك في الطبق. بعد كده محادثة متلخبطة هنرتبها، هنقول ايه؟ What's for breakfast؟ We are having beans and eggs، yum my favorite. تمام؟ الصفحة اللي قصادها بقى عندنا ايه؟ بيج نمبر 59 صفحة 59، يونت 1 تيست 1 يعني ايه؟ الوحدة الأولى الاختبار الأول، بيج نمبر ايه؟ 59. طبعا اول سؤال بيقول لي listen and circle، الكلمه اللي بسمعها هي بس اللي بعمل عليها ايه؟ دايره. اول كلمه عايزينها معانا بيقول لي ايه؟ wash wash. number 2 mother mother. 3 tree tree tree، دي اللي سمعناها. بعد كده listen and complete، هنسمع ونكمل المحادثه. ايه بيقول؟ hey don't do that، لا تفعل ذلك. قال له ايه؟ what، ماذا؟ قال له don't drop، ها later، لا تلقي القمامة. ها where use the pen، where is it، طب أين هي؟ قال له it's under the tree، هتلاقيها تحت الشجرة. قال له oh I see it، ها thanks يعني شكرا جزيلا. بعد كده بيقول لي circle the word and replace it with a correct one، هنعمل درع الكلمة المختلفة ونجيب كلمة بديلة ليها. clean دي نظافة، play يلعب، climb يعني ايه؟ يتسلق، وlisten يستمع، طبعا دي المختلفة عشان هي في الماضي ودي المضارع، هخليها زيهم مضارع تبقى clean. boots اواني، dogs كلاب، fork شوك بانز تصل، طبعا دي المختلفة. اقول ايه؟ spoons ملاعق. sing يغني، honey عسل، cheese جبنة ملك لبن، دي كلها حاجات بتتاكل. هنقول مثلا ايه؟ eggs بيض. كام معسكر، سكول مدرسة، هوم بيت، بوت حلة، عايزين مكان نقول زو. لاف يضحك، بيدز اللي هي ايه؟ سراير، كلوزس ملابس، شيرتس قمصان. قول مثلا ايه؟ دي المختلفة. قول مثلا ايه؟ هاتس يعني ايه؟ قبعات. نقلب الصفحة. السؤال الرابع بيج نمبر 60 صفحة 60، فيلين ذا جابس، بليد لعبة، واتش الشهادة، دوكس نكات، تنت خيمة، هابي سعيد. لاست مانس الشهر الماضي، وي وير ات ا كامب سايت، كنا في المعسكر. اللي حصل بقى؟ هدى نقط ذا سان رايز، واتشت ذا سان رايز. مريم كليند ذا تنت، نظفت ايه؟ الخيمة. وي لافد اد، ضحكنا على ايه؟ على الجوكس.
نكات. We listen to some funny stories. We were very كنا ايه happy سعداء. تمام. القطعة اللي عليها أسئلة الفقرة. Yesterday was Friday. بالأمس كان الجمعة. We woke up استيقظنا at 8 o'clock الساعة الثامنة تماما. My mother cooked the breakfast. ماما أعدت الإفطار. We were hungry. كنا جعانين. We had beans, eggs, jam and bread. إحنا أكلنا إيه؟ فول وبيض ومربى وخبز. My sister Noor washed the pots and pans. وأختي غسلت الإيه؟ الأواني والطاسات. We played cards with our father. لعبنا كوتشينة مع بابا. In the evening في المساء. We listened to our grandfather's stories. إلى قصص الجد. It was a nice day. كان يوم لطيف. الأسئلة الصح والخطأ. Yesterday was a holiday. بالأمس كان أجازة. طبعا الكلام ده إيه؟ True. لأن إحنا عندنا الفرايدي اللي هو إيه؟ يوم الأجازة. تمام؟ My mother cooks أو cooked fish and rice. ماما طبخت لنا السمك ورز. طبعا الكلام ده إيه؟ فولس غلط. في بينز وإجز وجام وبريد. My father washed the pots and pans. بابا غسل الأواني والطاسات. طبعا غلط. مال مين ده؟ My sister. What did they have for breakfast? تناولوا ايه للفطر؟ نقول ايه they had beans, eggs, jam and bread. والخبز. السؤال اللي بعد كده. Who told stories in the evening? مين اللي كان بيحكي القصص في المساء؟ هنقول طبعا ايه الجد. نقول ايه their grandfather. صفحة الأصول بين نمبر 61 صفحة 61 سؤال إعادة الترتيب. I can't find my son سكرين. تمام. Did they listen to stories? You didn't watch the sunrise. What are you eating? ماذا تأكل؟ بعد كده الصورة اللي عايز عليها ايه؟ خمس جمل. المكان ده حديقة. يبقى نقول ايه؟ This is a park. There are some trees and flowers. في بعض الأشجار وإيه والزهور. إيه كمان؟ Some men are fishing. بعض الرجال بيعملوا إيه؟ بيصيدوا. The children الأطفال are playing بيلعبوا with their kites الطائرات بتاعتهم. They are happy. هم ايه؟ سعداء. بعد كده البانكتويت. I can't find my sunscreen. عمر طبعا عند الاي وعند هنا فيكم قبل عمر هنا الايه الفول الصب. No, he didn't play cards. طبعا عندي هنا بعد انه لازم احط كومة وهنا في apostrophe وفي الاخر نحط الايه برضو الفول ستوب. بعد كده حبايبي عندنا يونت 1 تيست 2 الاختبار التاني على الوحدة الاولى بين نمبر 62 صفحة 62. طبعا اول سؤال برضو ايه الكلمة نسمعها نعمل عليها دايرة. اول حاجة عندنا بيقول لي ايه plane طائرة. bread الخبز. sneeze يعطس
بعد كده listen and complete. هنسمع ونكمل الايه المحادثه بتوين علي ان مجدي. علي بيقول ايه بقى؟ جود مورنينج مجدي، صباح الخير يا مجدي. قال له جود مورنينج علي. هنقول له ايه بقى؟ هوز جلاسز ار ذوز، كلمه هوز يعني ملك من، النضاره دي بتاعت مين؟ قال له اي دونت نو، لا اعرف، مش عارف. قال له ايه؟ Do you think they are hers؟ هل تعتقد انها ملكها؟ كلمة think يعني اعتقد. قال له ايه؟ Yes، نعم. دي المحادثة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. بعد كده نعمل دلع الكلمة المختلفة ونجيب كلمة بديلة ليها. ديسك مقعد فلاور زهرة اتشير كرسي تيبل منظرة، طبعا دي المختلفة هنقول مثلا ايه؟ بيد سرير. كلين ينظف، كلايم يتسلق، ووش يغسل، كاردز بطاقات، هنقول مثلا ايه؟ بلاي، عايزين اي فيرب. بلايد لعبة، كوك دي طبخة، لسن يستمع، إلى ووش ده غسلة، طبعا دي المختلفة عشان هي مش ماضي أنا هخليها ماضي تبقى لسن. جينز لو بنطلون جينز، كراي يبكي، شيرت قميص سكيرت جيبة، طبعا دي المختلفة عايزين أي حاجة بتتلبس هنقول إيه؟ هات، قبعة. بينز فول إكز بيت ثري، تلاتة بريد خبز، طبعا عايزين أي حاجة بتتاكل هنقول إيه؟ رايس. السؤال الرابع choose the correct answer. It's time not breakfast. In ولا for ولا at ولا with؟ طبعا ايه؟ for. Did you watch the sunrise؟ قال له no I didn't don't doesn't wasn't، طبعا سألنا did يبقى الإجابة didn't. Did they not a mountain؟ climb ولا cut ولا clean ولا cook؟ طبعا climb a mountain. She not to my stories. loved ولا looked ولا played ولا listened؟ طبعا she listened to my stories يعني سمعت القصص الخاصة بي. بعد كده القطعة اللي عليها أسئلة بيقول لي إيه بقى؟ كريم and his family like parks، بيحبوا الحدائق. There is a nice park in their town، كان في حديقة جميلة في مدينتهم. In this park، في الحديقة دي. There are flowers and trees، في زهور وأشجار. There is green grass، وكمان في عشب أخضر. There is place for each family، في مكان خاص لكل عيلة. To have lunch، لتناول الغداء. Under the trees، تحت الأشجار. The children fly kites، والأطفال بيطيروا الطيارات بتاعتهم. And play on the slide، ويلعبوا على الزحليقة. They watch the fish in the creek، وكمان ممكن يشاهدوا إيه؟ الأسماك في النهر الصغير. أول سؤال عندنا The children can't fly their kites in the park، طبعا الكلام ده إيه؟ false، طبعا لا عادي يطيروا الطيارات بتاعتهم عادي جدا. بعد كده كريم and his family don't like parks، مش بيحبوا الحدائق، لا طبعا الكلام ده برضو غلط، لا بيحبوا الحدائق. Parks are nice، الحدائق ايه؟ جميلة، طبعا هنقول ايه؟ الكلام ده true. السؤال الأول What is there in Kareem's town؟ ايه هو اللي موجود في مدينة كريم؟ هنقول ايه؟ There is a nice park، في حديقة جميلة. What do they watch in the creek؟ هيشوفوا ايه في النهر الصغير؟ They watch the fish، شاهدوا ايه؟ الاسماك. هنقلب الصفحة، عندنا عدد الترتيب، هنقول ايه؟ I can't find my pen، انا لا اجد ايه؟ قلمي. What's your favorite food؟ They didn't listen to stories. Did you have beans for breakfast؟ دول الجمل اللي عندنا. بعد كده بيقول لي look and write a paragraph of 5 sentences، عاوزني اعمل باراجراف من 5 جمل على الصورة دي. طبعا الصورة دي انا حليت كتير خالص زيها دلوقتي في الاختبارات اللي عدت، فهسيبها لكم كده تعملوها انتوا وتكتبوا لي الجمل بتاعتها كده في التعليقات، وانا اقول لكم رايي فيها، هقول لكم صح ولا غلط يعني.
لان نفس الصورة ونفس الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها كلها، الحاجات اللي بتحصل في الكامبسايت في المعسكر، فسيبها لكم تحلوها. ماشي، اختصر لوقت الفيديو. عندنا بعد كده البونكتويت ديد هدى ان مونا وورز بوتس. عندنا طبعا الدي كابت الاول كلام، وعندنا الام بتاعت ايه مونا، وفي الاخر ايه هنحط كويستشن مارك. واتس يور فيفوريت فود مها، طبعا عندنا دبليو اول كلام، هنا في ابوستروفي، وهنا الام بتاعت مها. دول تلات حاجات ناقصين عندي في الجملة. كده حبايبي نكون انتهينا من شرح وحل الوحدة الاولى كلها ارز كامب سايت في المعسكر من كتاب الاضواء جيم، وانتظروني ان شاء الله في حل باقي الوحدات وشرحها جميعا من جميع الكتب الخارجية لجميع صفوف المرحلة الابتدائية. كانت معكم مس هبة رجب من قناة مستر عمر رجب 2. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاروه على قد ما تقدروا عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. بتمنى لكم النجاح الباقي والتوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.